إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك اشترك الآن في الآن القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي سكندري وان، كل سنة طيبين. هنعمل النهاردة ريفيجن على التريك في فيرست ترم 2022. ممكن يجيني في التشوز ذا انجل هوز الميجر ومديهاني ديجري، هل يا مستر السؤال ده ممكن يجي في فورم تاني؟ ايوه، يبقى اول حاجة هو ممكن يجي لك ديجري راجل طيب وزي الفل، حب يهزر معاك، بدل ما هو مديها لك بوزيتيف يديها لك نيجاتيف. طب هل ليها فورم تاني؟ اه طبعا، حب يهزر معاك وقال لك مثلا 2/5 وقال لي باي، لكن السؤال هو هو determine the quadrant، حدد لي الانجل بتاعتك في انهي quadrant. علشان احل الحاجات التلاتة دي ببتدي اقول لنفسي ايه؟ اول حاجة قبل ما اعمل اي حاجة، انت طالما قلت لي كويدرانت اجي انا اعمل الكويدرانت بتوعي، والكويدرانت بتوعي هما فورث. هنا ستارت فروم 0 تو 90 يبقى انا في الفيرست، يبقى الانجل بتاعتك انكلودنج بتوين 0 و 90 يبقى انت في الفيرست. طب من 90 لغايه 180 يا مستر انا كده بقيت في السكند، 180 تو 70 يبقى انا بقيت في الثيرد، تو 70 ل 360 انا بقيت في الفورث. وفي نفس الوقت حضرتك لازم تبقى عارف حاجه مهمه، ان الانجل 0 90 180 تو 70 360 دول مش موجودين في اي كوادرنت، دول كولد كوادرنتال انجل، وهكتبها لك عشان تبقى تعمل سكرين شوت وتسجل الكلام ده. نروح راجعين لمسالتنا، لو هو ادالك 490 ديجري يا ترى تقدري تقولي لي فانهي كوادرنت؟ سكند. طب استنى يا مستر، ده انت بتقول انت اخرك 360، يبقى لما الانجل بتاعتك تبقى 490 انت مور 360 هعمل ماينس. شطوره، الانسر بتاعتك بقت كام؟ 130. يا 130 انت انكلودنج فين؟ انت لاي فين؟ اه انا في السكند، تروح تختار الانسر بتاعتك سكند. حلو خالص، يعني التمرين ما فيهوش مشكله ومش هياخد في ايديك دقيقه. طب تعال نشوف انذر اكزامبل، هل ينفع اشتغل وانا مدي لك باي؟ طيب ينفع تسمعينا انت بتعملي ايه؟ خدنا ها يبقى الباي انا عايزها بالديجري هي ايكوال 180 ديجري. الانسر طلعت كام؟ 72. الانسر بتاعتي يا مستر طلعت 72. برضو انا بعمل في الدرافت بتاعي تابلت او اي ما يكون، يبقى انا هنا من 0 90 يبقى انت بقيتي في الفيرست كويدرانت. شكرا. طب تعالى كده يا مستر نشوف ذا لاست فورم، مديني الانجل بتاعتي ايه؟ نيجاتيف، يا ترى اشتغل ازاي؟ الله عليكي، لما تبقى الانجل بتاعتك نيجاتيف انت بتجيب البوزيتيف بتاعها فبتعمل بلس 360 ايكوال 0 3 1، بس هي لسه ايه؟ نيجاتيف، يبقى هنعمل بلس 360 again تبقى ها 230، تبقى كام؟ 230. يا ترى ال 230 موجوده فين؟ ترجع تاني فكر نفسك 0 90 180 270. ستوب يا مستر، دي موجوده فين؟ في الثيرد كويدرنت. تعال نشوف انذر هيقابلك بعد كده حاجه اسمها راديان ديجري وحاجه اسمها سنترال انجل وكمان ارك. كمان مره هيقابلني حاجه درسناها اسمها الراديان والسنترال انجل
والارك وكمان الريديس. الراجل ده راجل طيب لان جايب لك كل حاجه دايركت مباشره، مش بيلف ولا يدور. فحضرتك اول ما تجي لك حاجه زي كده لو سمحت اعمل الماجيك تريانجل ان يا مستر الارك اللي هو ال، هنا عندي السيتا ريديان وهنا عندي الار. طيب ده راجل طيب، هو بقى ممكن ما يبقاش طيب لانه بيختبر انت فهمت ايه، انت اتعلمت ايه. فيرست انا في المسألة دي مدي لك سنترال انجل. طب لو سمحت افرض ما اديتكش سنترال انجل، فهروح جاي اقول لك ايه بقى كلمة انسكرايبد انجل. انسكرايبد انجل دي حاجة درسناها سكند تيرم ثيرد بريب. لو انا اديتك انسكرايبد ما تشتغلش عليها، طب اعمل ايه؟ تقول له انا لازم اشتغل على سنترال. كمان مرة ما ادانيش الايه واداني ايه؟ انسكرايبد واداني ما اشتغلش بالانسكرايبد، اروح جاي اعمل لها تايمز. لما اعمل لها تايمز 2 كده انا جبت لك السنترال انجل، بناء عليه اروح اشتغل بالماجيك تريانجل. يبقى دي اول فكره ممكن تقابلك. طب ايه كمان؟ هو سنترال دي ستراد يعني؟ سنترال دي ستراد؟ اي لا، السنترال اللي هي الاكس ديجري او السيتا ديجري، هنشوفها دلوقتي. طيب حلو قوي السؤال بتاعك ده. طب يا مستر ما انا برضو عايز اسال نفس سؤال تاني، انت عاوز ايه لو ادالك كمان ديامتر؟ برضو لازم ناخد بالنا، لو ادالك ديامتر تقول له انا ما بشتغلش بديامتر، اروح جاي اعمل ديفايد 2 عشان انا بشتغل بالايه؟ راديوس. طب يا مستر معلش وضح لي حته سنترال انجل دي، حاجه درسناها ان انا كلمه ارك، ادي ده الارك يا مستر اهو. فالارك دوت اتعلمنا من ثيرد بريب انه ايكوال الميجر بتاع السنترال. فادي دي كانت السنترال وادي ده كان الراديوس. انا بقى دلوقتي مش عاوز السنترال، انا عايز الراديان. فاحنا كمان بنقول ان احنا السنه دي خدنا ريليتد ما بينهم. الريليتد دي بتقول ايه؟ بتقول لي السيتا ديجري، او لو عايز تقول عليها اكس ديجري انت حر، اوفر 180 ديجري، هنا السيتا ريديان وهنا باي. كمان مره، لو انا عاوز السيتا ريديان ومديك السيتا ديجري، ده الرول اللي انا بشتغل عليها ان السيتا ريديان تبقى باي تايم السيتا ديجري اوفر 180. طيب يبقى احنا هنرجع بقى ونشوف الكلام دوت واحده واحده مع بعض. الراجل الجميل ده انت قلت لي طالما انا اديتك ارك، طالما انا اديتك ريديوس، تقدر تجيب لي السيتا ريديان؟ اقول له اه. طب يلا كده من الماجيك تريانجل لو انا عاوز السيتا ريديان هجيبها ازاي؟ الارك اوفر الار، يبقى ال ده ارك، انت مديني ده ايوه، وانت كمان مديني ده، اعمل سبستيوت واجيب الانسر. لغايه كده في مشكله في المسألة دي؟ بقى لو حب يهزر معاك ان الراجل الجميل ده هيدي لك الارك ويدي لك الريديوس، بس ما يقولكش ذا راديان ميجر، يقول لك السنترال، يقول لك انا عاوز السنترال، عايز السنترال. يبقى انا الاول انا هجيب لك الراديان زي ما انت قلتي، هاخد اللينث بتاع الارك، هو بيقول لي 5، واخد كمان اللينث بتاع الريديوس هو برضو بيقول لي 5، فانت طلعتي لي 1 ريد، يبقى ده اجابتي بتاعتي. انا بقى لو بقول لك حب يهزر معاك يقول لك انا عايز السنترال ميجر، فحضرتك تقول له السنترال ميجر اللي هي السيتا ديجري او الاكس ديجري، هناخد السيتا راديان نعمل كروس تايمز 180، انا جايبها ب1 يا مستر، يبقى هنا 1 تايمز 180 ديفايد باي، ندخل ده كله في الكالكوليتر وهنجيبها. يبقى بمنتهى البساطه نقول تاني، الراجل ده راجل طيب، جايب لك السؤال مباشر، عايز الريديان ميجر ومديني ارك ومديني ريدياس، ادي الريليتد اللي تربطهم ببعض.
عايز السي تريديان يبقى ال ال ديفايد الار، عايز الار يبقى الارك ديفايد السي تريديان، عايز الارك يبقى السي تريديان تايمز الار. حاول على قد ما تقدر ان انت تطبق، ولما تيجي تحل ما تمسكش القلم على طول، لكن تقول لنفسك الستيبس انا هعمل 1 2 3. تعال نشوف انذر حبايبي. من ضمن الحاجات برضو اللي درسناها السنه دي في ريستيرن في التريج، انه لما يقول لي كلمه تيرمينال سايد اوف ذا انجل ثيتا ان ستاندر بوزيشن كات ذا يونت سيركل، اشبط في الكلمه دي. ليه يا مستر هشبط في الكلمه بتاعت يونت سيركل؟ علشان حبيبي انت درست الايكويجن بتاعتها اللي هي اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 1. ادي اول حاجه. نقول تاني بالراحه، الراجل الجميل ده جمله كبيره بس انا قريت كلمه يونت سيركل، على طول نفتكر مع بعض ايه؟ اكس باور 2 بس واي باور 2 ايكوال 1. حلو يا مستر، على عيني وعلى راسي. طب ما انا كمان مش عارف اكس وواي، اقول له ما انت هتكمل الجمله يقول لك ات بوينت ويدي لك اوردر بير. استوب يا مستر، هنسرق من هنا الاوردر بير بتاعه 3 اوفر 5 وهنا واي، بناء عليه نروح راجعين تاني الثيرد بريب. اصل كل شغلك فيها ان كنت زمان لما درست اوردر بير الراجل الفيرست بروجيكشن ده ريبريزنت اكس وده واي، والسنه دي رحنا واخدين من ثيرد بريب برضو ان الاكس هي الريشيو تريج ريبريزنت للكوزاين، والواي هي الريشيو اللي تعمل لي ريبريزنت المين. شكرا. طب يا مستر ابدا بكوزاين وساين ولا اشتغل باكس وواي؟ هقول له لا حبيبي اشتغل باكس وواي. ليه؟ علشان انا عايز الميسنج بتاعتي اللي هي الواي. حضرتك ادي اكس سكوير بلس واي سكوير ب1 يا اكس، تقول لي لا انا بقيت 3 اوفر 5 all power 2 ودي y سكوير ايكوال 1. يعني بمنتهى البساطه عملنا سبستيتيوت، عملنا ايه؟ يا اكس انا هو الفاليو بتاعتي. باي يوزنج كالكوليتور 3 اوفر 5 باور 2 هي 9 اوفر 25. بكمل مسالتي ايكويشن كاني شغال الجبرا، هعمل اوبوزيت ساين يبقى الواي سكوير ايكوال 1 minus 9 over 25. By using calculator يلا هاتيلي الانسر. 16 over 25. حلو خالص، 16 over 25. بس يا مستر انا مش عايز y باور 2، انا عايز y. يبقى هنعمل ايه؟ root. هنعمل square root للنمبر 16 over 25. حلو خالص. خد بالك بقى من اللي جاي، بس انا كمان اتعلمت لما تبقى واي باور 2 والراجل ده اداني، اقول له لا يا حبيبي ده انا عندي تو سولوشن بوزيتيف اور نيجاتيف. ونيجي عند الحته دي ونروح عاملين ستوب. ليه؟ اصل الراجل ده مش هيسيبك كده تايه. بص كده في المساله بتاعتك بيقول لك الواي مور زيرو. لما اقول لك واي مور زيرو وانت عندك تو سولوشن، تفتكر مين الانسر اللي اخدها ومين اللي تبقى ريفيوزد؟ اكسلنت. واي مور يبقى انا عايز الواي بتاعتي بوزيتيف، يبقى هاجي للنيجاتيف اكنسله، يبقى يا مستر الواي بتاعتي بقت 4 اوفر 5. لغايه كده في مشكله؟ حلو خالص. بص بقى معايا، تروح جاي حضرتك تعمل اوردر بير من تاني، تقول له الواي انا جبتها 4 اوفر 5 والاكس كانت 3 اوفر 5. انا لسه ما طلبتش، ما جبتش اللي هو عايزه. ليه بقى؟ هو بيقول لك then tan. انت درست حبيبي من السنه اللي فاتت التان ممكن اقولها بطريقتين، ساين اوفر كوزاين، وممكن اقول له الواي اوفر اكس. دلوقتي انت حر، ادي دي الواي وادي ده الاكس. اقدر اعمل 4 اوفر 5 ديفايد 3 على 5؟ وكده هتبقى خلصت مسالتك. اشوفك كده هتعرف ولا لا؟ 4 اوفر 3. حلو. يا ترى يا مستر انت قلت لي دلوقتي اهو الانسر 4 اوفر 3، هتدور في التشوز اللي مديها لك موجوده. ايوه، درب نفسك على المساله
ان احنا كان قايل لي يونت سيركل بيعمل لي كات مع بوينت، بدأنا نمشي واحدة واحدة باي يوزنج اليونت سيركل، جبنا الفاليو بتاع الواي وابتدي اقول لنفسي ده هو بيبقى لها تو سولوشن، هختار مين؟ افتكرت ان الراجل ده بيساعدني وقال لي ان الواي مور، يبقى هختار البوزيتيف. جيت رجعت تاني للاوردر بير وعرفت الفاليو بتاع واي، اقول له الواي اما ان انا اقول ساين اوفر كوزاين او اقول له واي اوفر اكس واجيب الانسر. جود لك. تعالوا كده نشوف مع بعض. الراجل ده بيقول لي 2 كوسيك تايم 3 ساين، يعني دول كلهم حاجة واحدة، ايكوال كام؟ هات الفاليو ايكوال كام؟ ايه دخل دي في دي؟ اقول له لا حبيبي، انت خدت السنة دي في ثيرد بريب خدنا ساين، خدنا كوزاين، خدنا التان. ده كان الثيرد بريب. الجديد السنة دي في الفيرست ترم في التريب احنا خدنا الريسيبروكل بتاع كل ريشيو. يا ساين الريسيبروكل بتاعك ايه؟ ايه؟ شكرا. يبقى انا حبيت اقول لنفسي حاجة واحدة بس، ان الساين الريسيبروكل بتاعها الكوسيك. طب وانت استفدت ايه؟ استفدت كتير يا مستر، ان الاتنين دول مالتبلكتيف انفرس، يبقى لو لقيتهم مع بعض تايمز الانسر بتاعتي سيميلر. انت مين يا طنط؟ انا كوزاين. مين الريسيبروكال؟ سيك. لو انا لقيت الاتنين دول بينهم يبقى الانسر بتاعتك شكرا. ليه؟ علشان الكوزاين هي 1 اوفر سيك بس، خلاص. طيب مين تاني؟ تان. الريسيبروكال بتاعها خدناها مين؟ يبقى لو لقيناهم تايمز يبقى الانسر، يبقى يا مستر انا دلوقتي عرفت ان الساين لما تعمل ملتبلاي للريسيبروكال اللي هو الملتبلكتيف انفرس بتاعها تبقى 1. طب ما هو يا مستر كوسيك ساين، يبقى الراجل ده مع الراجل ده 1. ايه اللي اتبقى؟ 2 تايم 3 ايكوال 6. هي دي الانسر بتاعتك من غير لف ولا دوران، وممكن يجيب لك اي فورم من الحاجات اللي انت شايفها قدامك. حبايبي تعالوا كده نشوف another example. بيقول لي if sin equal، يعني انا هنا مديلك الفاليو بتاع الساين. انا عندي الفورم ده لو ادهوني ممكن امشي في طريقين. ممكن امشي في طريق ان انا اعمل رايت تريانجل وافكر نفسي ان الساين opposite over hypotenuse. اه امتى؟ لو انا جيت بعد كده طلبت منك هات لي تان، هات لي سك، هات لي كوسك. ده اول طريق. الطريق الثاني ان انا لو قلت لك ساين ايكوال ومديك فاليو وطلبت السيتا، عايز بمعنى اصح الميجر بكام، الفاليو بتاعتها بكام، يبقى ده موضوع ثاني. احنا الفورم ده عليه كذا شكل، بمعنى ان انا ممكن اقول لك يا ساين ايكوال، او كان ممكن اقول لك كوزاين ايكوال وادي لك مثلا حاجه زي كده، او ادي لك تان واقول لك برضو ايكوال. يبقى انت عندك 3 فورمز، عندك الساين ايكوال فاليو او الكوزاين او التان، اي واحده من دول ازاي اجيب الفاليو او الديجري بتاع الثيتا. هنا هنرجع لشغل السنه اللي فاتت ثيرد بريب يوزنج كالكوليتر. ايوه يا مستر، تعالى بقى نقول وافكرك كنت بنعملها ازاي. اتفقنا لو انت بتقول لي ساين يبقى انا هاجي على الكالكوليتر واعمل شيفت ساين، لو قلت لي كوزاين يبقى شيفت كوزاين، لو قلت لي تان شيفت تان، واخد الفاليو اللي انت بتقول لي عليها. انت راجل طيب قلت لي هاف، ادي 1 وادي داون 2، بخرج واقفل البراكت بتاعي واقول ايكوال. تعالى كده نشوف الانسر طلعت ايه. يا رب تكون واضحه. اوعدكم المره الجايه هدفع الكهرباء. شكرا. 30. يبقى السيتا بتاعتي طلعت لي 30. استنى يا مستر، هل دي الاجابه اللي انا اخدها ولا هو ممكن يطلب حاجه تاني؟ لا بيطلب حاجه تاني. بص بقى معايا الراجل الجميل ده، لو جاء قال لك ثيتا
belong لزيرو تو باي. استوب بقى هنا، نروح جايين نعمل الكوادرنت بتوعنا ونفتكر الساين. احنا اتفقنا على استك، انت شغال مع ساين والساين بوزيتيف، الساين بوزيتيف، فحضرتك تقول يا ساين انت بوزيتيف فين؟ تقول لك انا في الفيرست وكمان الايه؟ ها السكند. شكرا. واول ما اقول لك كده تروح جاي تحت ده وتعمل انذر كويدرنت، ان في السكند بشتغل برول 180 ماينس، لو كنت في الثيرد بشتغل 180 بلس، لو كنت في الفورث بشتغل 360 ماينس. واحده واحده يا مستر انا مش فاهم. احنا جبنا طنط سيتا بكام؟ 30. يبقى دي في الفيرست الفاليو بتاعها 30 ديجري. طب في السكند تقول لي هاجي اروح جاي اقول 180 ماينس ال 30 تديني 150. يبقى انا هنا عندي تو انسرز، انسر 30 ديجري والثانيه 150 ديجري. تعالوا كده نراجع بالراحه الكلام حبايبي. تعالوا كده نقول مع بعض، يا ترى لو قال لك الساين ثيتا وداك هنا الفاليو بتاعها نيجاتيف، هل زي المساله اللي فاتت لما اجي اعمل شيفت ساين اخد النيجاتيف؟ اقول له لا، تاخدها برضو بالبوزيتيف. الله، امال دي وظيفتها ايه؟ تيجي بعد كده حضرتك تقول يا ساين انت نيجاتيف فين؟ تعال نعيد يا مستر، ادي الاستك. انت ساين، يا ساين انت نيجاتيف فين؟ في الثيرد وفي الفورث. طب ما انا برضو لسه ما جاوبتش. يعني ايه؟ يعني بعد ما بقول دي اجي جنبها واقول الثيرد يبقى استخدم رول 180 بلس، في الفورث 360 ماينس. تعال بقى نترجم كلامك. احنا عملنا شيفت ساين للهاف، طلعت لي بكام؟ طلعت لي 30. بس هل الإجابة بتاعتي هتبقى زي الساين؟ أقول له لأ. زي البوزيتيف؟ لأ. بوزيتيف قلت في الفيرست والساكند. هنا بقى علشان انت نيجاتيف أنا في الثيرد والإيه؟ يبقى أنا مش هاخد دي. أمال هتعمل إيه؟ هاجي أقول 180 بلس 30، وهنا 360 ماينس 30، فساعتها تبقى طنط ثيتا ايكوال 210 ديجري وهنا 330 ديجري. عايز اعرف ان انا صح ولا لا؟ لو جيت عملت ساين 210 تديك نيجاتيف هاف، ساين 330 تديني نيجاتيف هاف. هسيبك تتاكد، شوف كده انت صح ولا لا حبايبي. لو لقينا ساين ايكوال، كوزاين ايكوال، تان ايكوال، ايدك ما تجريش على شيفت ساين شيفت كوزاين شيفت تان. ليه؟ اقول له المره دي ما قاليش هات الفاليو بتاع الانجل سيتا، المره دي عاوز ساين سواء 180 بلس او ماينس، عايز كوزاين 360 سواء بلس او ماينس، عاوز ساين 90 بلس او ماينس، وكمان كان ممكن يبقى عندي 270 بلس او ماينس. لما تلاقي حاجه زي كده اول حاجه تفكر فيها تقول لا، انا هاخد الساين دي والعب معاها، هعمل لها رايت تريانجل، وادي ثيتا وهنا ادي علامه الرايت، وتبتدي تفكر نفسك بالحاجات اللي هنقولها مع بعض دلوقتي. ايه هي بقى حاجات خدناها في ثيرد بريب ما ينفعش حضرتك تنساها؟ ان اول ريشيو كانت الساين، الساين ريبريزنت بتمثل لي، فكرني عشان بنسى، ثانية اوبوزيت على الهايبوتنس. شكرا. نمبر 2، لو قلت لك عايز الكوزاين تقول لي ادجيسنت على الهايبوتنس، ذا لاست وان هي التان، فتبقى الاوبوزيت اوفر الادجيسنت.
طيب دي اول حاجه لازم افتكرها. نمبر 2 ان حضرتك بترجع بقى للرايت تريانجل، حطينا ثيتا هنا، وانت كنت بتقول لي الساين ب 3 اوفر 5. استنى بقى يا مستر لو سمحت، ال 3 دي ارميها فين وال 5 ارميها فين؟ تقول لي مش انت قلت اهو اوبزيت، ادي الثيتا، فين الاوبزيت؟ اهو. يبقى الراجل ده ادي ال 3 والهايبوتنس هو الاوبزيت لدي، يبقى ده 5. قبل ما اشتغل يا مستر انت قلت لازم التريانجل بتاعي يبقى كامل. كامل يعني ايه؟ يعني لازم اجيب السايد الميسنج. طب الراجل ده اجيبه ازاي؟ اقول له انت علمتني بايثاغرس بيقول ان ده لو سايد، برافو عليك روت، باخد الفايف سكوير ماينس الثري سكوير تطلع لي فور. كده انا عملت اهم نقطة جهزتها. هروح شايلين دي وتعالى بقى نروح راجعين على التريانجل بتاعي، ادي 3 ادي 5 ادي 4، ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه برضو يا مستر عايزين نفتكرها مع بعض هتكون ايه؟ بص بقى معايا، ان انا لو جيت قلت لك ساين وهنا 180 بلس اور ماينس، تقول له ال 180 ما بتعملش حاجة فهتفضل زي منها زي ما هي ايه؟ ساين. الله، امال انت سايب السبيس دي لمين؟ تقول له ما انا هبدأ بقى افكر نفسي بالرول، ان انا هنا ده السكند اللي هو الرول بتاعته 180 ماينس، ده الثيرد الرول بتاعته 180 بلس، الفورث الرول بتاعته 360 ماينس. ادي اول حاجه نعملها. فنبتدي نقول مسالتي كانت عامله ازاي. مسالتي يا مستر كانت ساين 180 بلس. طب 180 بلس انا دلوقتي في الثيرد ولا في السكند؟ انهو كويدرانت؟ ها 180 بلس، شكرا. نروح جايين نعمل الرول التانية اللي هو الاستك. يبقى أنا هنا 180 بلس أنا طلعت في الثيرد، الثيرد ده بيت مين؟ حلو، لكن أنا بسألك على مين؟ يبقى هنا الساين في الثيرد نيجاتيف، يبقى أول حاجة نزل نيجاتيف، وال 180 مش هتعمل حاجة فتنزل ساين ثيتا، أدي أول حاجة. كل ده انا بعمله اورال. تعال نكمل. بص هنا 360، بص معايا ال 180 او ال 360 ما بيعملوش كونفرت. يعني ايه ما يعملوش كونفرت؟ يعني يا مستر الكوزين هتفضل كوزين. حلو خالص. وال 360 ماينس انا في انهو كويدرنت؟ والفورث ده بيت مين؟ كوزاين. يبقى مسألتي كل ده بقى ماينس كوزاين ثيتا. في مشكلة؟ حلو الكلام. تعالى آخر واحدة ساين ومعها إيه؟ 90. بص بقى مستر هنا الكلام اختلف. يعني إيه الكلام اختلف؟ لما تلاقي 90 بلس 90 ماينس 270 بلس 270 ماينس واي ثيتا بيتا الفا اي ما يكون، ال 90 وال 270 بيعملوا يا مستر كونفرت. فلو كان عندي هنا ساين تبقى كوزين، شكرا. ولو كانت كوزين ترجع ساين. لو لقينا تان تبقى كوتان، والكوتان ترجع تان. لو لقينا سك تبقى والكوسيك ترجع شكرا. تعالى يا مستر انا مديك ساين ومعها 90، يا 90 هتعملي ايه للساين؟ تقول لي اعمل لها كونفرت، هتخلي الساين ايه؟ شكرا. يبقى دي مش هتبقى ساين، هتبقى كوزاين. حلو. نيجي بقى نسال 90 بلس انا في انهو كويدرانت؟ شكرا. السكند ده بيت مين؟
وانا بلعب مع الساين فتفضل زي ما هي، ما عنديش مشكله لغايه كده تمام. بص بقى المفاجاه، دي نيجاتيف كوزاين ودي بوزيتيف كوزاين، يعملوا ايه؟ كنسلوا بعض. يا لهوي، كل ده عشان هيكنسلوا بعض. ايه اللي اتبقى؟ نيجاتيف ساين ثيتا. الله، يبقى انا ادي النيجاتيف والساين اصلا موجوده بالثري على الفايف، ودي اللي اروح ادور عليها. انا كده براجع لك درس كامل، يونت كامله اسمها الريليتد بتوين انجل. حبايبي اتعلمنا برضو من بريب 3 ان انا لو كان عندي رايت تريانجل يبقى التو انجلز دول يتقال عليهم كومبليمنتري. ادي اول حاجه، مش كده وبس، والكلمه دي يا مستر يعني الصم بتاعهم 90. ولما قلنا الكلمه دي استفدنا ان الساين تبقى ايكوال للكوزاين، واستفدنا كمان حاجه تانية. ايه هي بقى الحاجه التانية؟ تعالى، يبقى علشان كومبلمنتري تبقى كوسيك 30 واحده. انت ساين طالما بقول لك ايكوال، فانا بجيب اللي هي بتعمل معاها كومبلمنت. الساين تعمل كومبلمنت مع مين؟ وكومبلمنت يعني الصم بكام؟ شكرا. يبقى 90 ماينس 40 تديكي 50. قال لي كلمة ايه؟ يا سك، انت تعملي كومبلمنت مع مين؟ كوسك. شكرا، كوسك. يبقى هنا اهي، ادي اول حاجة ومعناها 90 ماينس تبقى 20. ادي اول حاجة لازم اتعلمها. سيميلر، التان معاها كوتان. تعال بقى نرجع لمسألتنا. الراجل ده بيقول لك ادي الساين ايكوال الكوزاين، يبقى ساعتها انت تستفيد ايه؟ ان الصم بتاع الانجلز دول ايكوال كام؟ 90. مش فاهم يعني ايه الصم؟ تعال كمان مره، ساين ايكوال الكوزاين، يبقى الصم بتاع التو انجلز دول ايكوال 90. بمعنى ان انت هتيجي تكتب كده سيتا بلس 15 بلس سيتا بلس 25 كلهم 90. معايا سيتا هنا سيتا، يبقى 2 سيتا 15 بلس 25 بقت 40 ايكوال 90. ايه ده؟ ده انا بحل الجبرا ايكويشن عاديه. ايوه، اعمل اوبوزيت ساين، يبقى 2 سيتا 90 ماينس 40 تبقى 50. بس دي لسه 2 سيتا، هعمل ديفايد 2 تبقى الميجر بتاعها 25. وانت راجل طيب من الاول بتقول لي ان السيتا مور 0 وليس 90، يعني من 0 الباي على 2، يعني هي اكيوت انجل فعلا. ولو بصيت للديجري والتشوز اللي مديها لك، احنا جبناها 25، تبقى التشوز بتاعتك 25. يا ريت تراجع واحده واحده، عندك مجموعه افكار جميله. all the best.